مركز ثراسي هو أنشئ حديثاً في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، حيث يعتبر المركز الأول ضمن هذه المنطقة. يقدم المركز خدمات لمرضى البتر بشكل خاص. يشمل المركز عدة أقسام، منها العيادة العظمية والعيادة الفيزيائية مع قسم العلاج الفيزيائي، إضافة لقسم الأطراف الصناعية. أغلب الحالات عم تجينا هي حالات بتور سفلية، بتور عبر الركبة، بتور فوق الركبة، وبتور تحت الركبة، مع إضافة لبتور القدم والبتور عبر الورك.